حياكم الله مشاهدينا الكرام ومتواصلين معاكم في برنامجنا برنامج القرية العالمية. وأكيد اليوم راح نتكلم عن جائزة وهي جائزة مهمة، ومثل ما تكلمنا راح تكون جائزة طبية وهي جائزة حمدان الطبية. راح نتكلم أكثر عن هذه الجائزة مشاهدينا الكرام، وراح يمكن نعرف عن تفاصيل هذه الجائزة اللي هي ب 15 فئة لجائزة، و 15 فائز راح يكرم إن شاء الله يوم غد اللي هو يوم الأربع إن شاء الله. إن شاء الله مشاهدينا إن شاء الله بعد يوم غد بعون الله راح يكون في تكريم من سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس هيئة الصحة بدبي بعدد 15 من الفائزين فئات الجائزة المتعددة. وراح نتكلم أيضا ما بعد يوم التكريم هذا راح يكون أيضا افتتاح مؤتمر دبي العالمي التاسع للعلوم الطبية. هذا المؤتمر اللي يدعم الاقتصاد الأخضر وفي أشياء مميزة تميزة عن غيرها من المؤتمرات، إلى جانب طبعا دعمه وتحفيزه للقطاع الطبي. خلونا نتوقف مشاهدينا قبل عند التكريم ونرجع نتكلم عن هذا المؤتمر العالمي. في البداية نرحب بسعادة عبد الله بن سوقات عضو مجلس أمناء الجائزة، حياك الله معنا سعادتك ومنورنا في القرية. الله يبارك فيك. أجواء القرية وأنت من مرتادي القرية بصفة عامة. جميل جدا، هذه الأجواء جميلة جدا بصراحة، وأحييكم على اختيار هذا المكان وهذه الأجواء اللي فيها البرودة الحلوة هذه. لكن يبقى أعتذر منكم ومن السادة المشاهدين على الزجام والصوت، فما بقدر اغني لكم الحال من بعضه. ولكن نورتنا ويعطيك العافيه على هذا الحضور للحديث حول هذه الجائزه. ويوم الاربعاء راح يكون في تكريم لعده طبعا فئات مشاركه في هذه الجائزه. نعم. في البدايه خلينا نوقف عند هذه الجائزه ونتكلم عنها منذ تاسيسها في 99 الى الان وهي مستمره، ومن ثم عن التكريم. لو جينا نتكلم عن الجائزه وعن جهود سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية في إنشاء هذه الجائزة، مثل ما ذكرتي من 99، نحن اليوم نتكلم عن 18 سنة، احنا في الدورة التاسعة. التركيز والمبدأ الأساسي كان من توجيهات الشيخ حمدان هو دعم البحث العلمي، منهجية البحث العلمي هي الأساس. من خلال هذه الفكرة تم التركيز على تكريم كل من يسعى إلى الارتقاء بمستوى منهجية البحث العلمي والبحث العلمي، كل ما يتعلق بأي تطور في أي مجال إذا لم يكن هناك وراء جهود بحثية إحنا لا نصل إلى تطور. تكون جهود أفراد، ولكن البحث العلمي مبني على منهجية صحيحة يستطيع أن يخرج بنتائج، يستطيع أن يخرج بتوصيات حتى. فهذا المبدأ الأساسي. بناء على هذا المبدأ طلعت أنشئت جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية، وأخذت منهجية التكريم وليست المنافسة، وهذه فيها فرق كثير. هو اختيار أفضل المتميزين لإعطائهم هذا التعريف للتكريم. نعم. فتوزعت الجوائز على ثلاث فئات رئيسية. نعم. الجوائز العالمية وجوائز الوطن العربي وجوائز دولة الإمارات. الجوائز العالمية تركز على البحث العلمي بصورة مباشرة واختيار الباحثين والعلماء على مستوى العالم في تخصص معين يتم اختياره كل سنتين لكل دورة. طيب. هذه الدورة هو اختيار التخصص أمراض الجهاز الهضمي بكافة الجوانب، من البنكرياس والكبد وما شابه. السرد في هذا قد يطول، ولكن هذه الجوائز العالمية تنقسم إلى البحث العلمي وتكريم الباحثين، وأيضا تنقسم فئة فيها داخلية اللي هي تكريم العاملين على مستوى العالم في الجهود الإنسانية الطبية. فئة جوائز الوطن العربي تكريم جهات وأفراد في الوطن العربي يسعون إلى الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية. فجوائز دولة الإمارات أيضا فئات تنقسم إلى ثلاث فئات، تكريم أقسام طبية ارتقت بمستوى خدماتها خلال سنتين أو أربع سنين، وأفراد قدموا خدمات جليلة للخدمات الصحية على مدى السنين الطويلة، وأيضا تكريم في النهاية كل من اجتهد وعمل بحث ونشره في مجلة حمدان الطبية. هذه بمجمل بسيط
عن يوم التكريم عن الأنشطة ويوم التكريم، بيصير تكريم الأفراد في هذا المجال إن شاء الله. طيب إلى جانب التكريم أيضا سيصاحب صباح هذا اليوم الأربعاء ورش عمل ومحاضرات أيضا مكثفة قبل أن نوصل للتكريم، راح نلقي الضوء من خلالك على هذه الورش. نعم طب الله عمرك، النقطة اللي مهم جدا نركز عليها أن هذه فعاليات مؤتمر دبي العالمي التاسع للعلوم الطبية. نعم. اليوم الأول يبدأ بورش عمل والتكريم ويستكمل يومين 15 والسادس عشر أيضا. نعم. فهي لو سميناها يوم التكريم والمؤتمر هي فعاليات المؤتمر. صح. نستطيع أن نأخذها بهذا حتى تكون واضحة أكثر. أكيد الحين وضحت. فورش العمل نعم ورش العمل في أول يوم الصبح والمساء يكون التكريم فيها إن شاء الله. إن شاء الله. نتكلم شوي عن الورش والمحاضرات اللي راح تكون في هذا اليوم ساعتك. لو بتسأليني عن تفاصيلها ما عندي الآن تفاصيلها، ولكن هي تركيز مباشر على كل ما يتعلق بأمراض الجهاز الهضمي حسب ما طرحته في هذه الدورة. نعم في هذه الدورة وفي كل مجال من هذه المجالات تدخل فيها تقريبا 12 إلى 14 ورشة موزعة على أكثر من قاعة، تركز على أفضل الممارسات اليوم في التعامل مع الأمراض بالذات كمناظير كعلاجات مباشرة وغير مباشرة بالنسبة لأمراض الجهاز الهضمي. يمكن سعادتك أنا سؤالي يعني شو أهمية هذا الحفل وهذه الجائزة اللي راح تكرمونهم؟ خلينا نضع السؤال بطريقة ثانية بعد إذنك. أنت مبدأ التكريم هو حافز للمكرم، وفي نفس الوقت أنت تسعى من خلال أن تحفز من هو معك للجهود والسعي حتى يصل إلى هذه المرحلة. فإحنا إحضارنا للمتميزين على مستوى العالم في هذه التخصصات تجعل من أطبائنا والعاملين في المجال الصحي التواصل أكثر، فأنت تفتح مجال غير مباشر بصورة مباشرة في التواصل ما بين من هو في البلد مع العالميين أكيد. تحت مظلة واحدة وفي وقت واحد. وهذا اللي ذكرته في البداية أن التحفيز وتكريم الإبداع والمبدعين هو منهاج دولة الإمارات في نعم. كل القطاعات، وهو طبعا مؤتمركم وتكريمكم خير دليل على هذا التحفيز. أريد أنتقل لهذا المؤتمر اللي يمكن يميزه ويفرد أيضا عن المؤتمرات الثانية سعادتك، أنه يواكب طبعا الاقتصاد الأخضر ويحافظ أيضا على الموارد الطبيعية باستخدام اللوائح الذكية وللتليفونات بعيدا نعم. عن الأوراق اللي سوف ترمى نعم. بعد ذلك نعم. نتكلم عن هذا الموضوع. خلونا لا نتعارض مع حاجتي في التقرير في التقرير اللي عرض قبل المقابلة. لا التقرير كان عام القراءة عن أيوة. عام القراءة وتحفيز القراءة، فنحن لسنا نعمل كان يتكلم عن المكتبات الذكية نعم. والتقليدية نعم. نعم. التوهج هذا اللي صاير على مستوى الدولة لدعم القراءة ممتاز جدا ونسعى له كلنا أكيد، ولكن ما هو قائم الآن لا نستطيع أن نخرج من الحياة أو التفاعل الرقمي أكيد. في حياتنا يومياً في تعاملنا اليوم، فأتت الفكرة من أن هناك برامج موجودة في السوق، وهذا برنامج يسمى بالمسمى العربي مثل المصافحة الرقمية. هو بدل ما أنا أعطيك كرت أسمية أو بزنس كرت وأنت تعطيني كرتك نعم. هو عبارة عن جهاز، هذا الجهاز عندي وعندك، مجرد أن يتلامس أن تنتقل كافة المعلومات مالي أنا عندك وأنت معلوماتك عندي أنا. جميل شريحة. هذا نظام المصافحة الرقمية. نحن دخلنا مع الشركة في نقاش أن كيف نستغل هذا بأسلوب مبتكر شوي. لما يكون عندك هذا الطموح، ونحن والحمد لله على مستوى دولة الإمارات لا يوجد سقف لطموحاتنا أكيد، فأجت الفكرة أن كيف أنا أستغل هذه الفكرة بحيث أني أجعل كل المشاركين يتعاملون مع أسلوب المصافحة ولكن بأسلوب شريحة
هذه الشريحة تلصق على الأسم للمؤتمر، وهناك أجهزة قارئة في قاعة المؤتمر. إذا لا حقائب عند لا حقائب. دخول لا حقائب المؤتمر ولا مطبوعات. كل ما يقوم بأول ما يسجل يأخذ الـ 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 الأسم اللي فيه أسمه وفيها الشريحة، مجرد أن يمررها على القارئ تتحول كافة معلومات المؤتمر وكتيبات المؤتمر والكتيبات العلمية كلها إلى إيميل الخاص. وهل تم مباشر اتخاذ كافة التدابير لبعض الضيوف لا سمح الله ما يعرفون مثلا يستخدمون أو يشوفون في صعوبة لهذا الانتقال؟ عملنا طوال الله عمرك نحن تيم متكامل ما بين الشركة اللي كانت تعمل في هالمجال ومع فريق العمل عندنا في الجائزة، فريق تقنية المعلومات، واجتهدوا وتحمسوا كلهم وصارت تجربة جميلة جدا، وما نعتبرها تجربة جديدة لأن لكن أسلوب الشريحة هذا قد يكون شوي جديد. جديد نعم. ولكن هناك مؤتمرات كثيرة كانت تأخذ كل الدوكيومنت، تسلم لك كل الدوكيومنت على آيباد بدل ما تستلم شنطة وفيها أوراق ومطبوعات. نعم. هذا الجهد اللي صاير إن شاء الله. يمكن قبل سنة أو سنتين ثلاث فيوم كان هناك تطور أن تكون عمليات عبر من دولة إلى دولة، و واحد مثلا في اليابان وفي الإمارات نتابع العمليات، عمليات القلب أو ما شابه ذلك. نعم. إلكترونيا كنا نستغرب من هذا الشيء، واليوم بعد تتحدث عن شيء جميل جدا اللي هي هذه الشريحة. احنا نتمنى لكم إن شاء الله التوفيق. نعم. سعادتكم. نعم. فضل خلني بضيف حاجة طول الله عمرك. بغض النظر اليوم احنا فتحنا باب التسجيل. نعم. وأيضا كمكرمة من سمو الشيخ حمدان بن راشد أن المشاركة في هذا المؤتمر مجانية للجميع، بالإضافة عليها أنه بيستلم 18 ساعة علمية تفيده في مستقبله وفي دراسته أو في عمله. زايد على هذا المؤتمر إذا لم تحضر تستطيع أن تتابع عن طريق الموقع الإلكتروني للجائزة. جميل. كاملا مع يكون في هناك بث مباشر يعني بث مباشر. جميل. أول بأول عن طريق الموقع الإلكتروني. جميل جدا. أنا أقول يمكن الخدمات الطبية راح تتطور إن شاء الله وأنتم تطورونها من خلال كذلك الجائزة، وهذا اللي تسعى له جائزة حمدان الطبية. أتمنى لكم توفيق. كل الشكر والتقدير لك سعادة عبد الله بن سوقات عضو مجلس أمناء جائزة حمدان الطبية. أتمنى لكم توفيق إن شاء الله في الحفل وكذلك في المؤتمر. يعطيك الصحة والعافية. شكرا لك على الحضور. بارك الله فيكم. نحن نتمنى من خلال منبركم هذا دعوة الكل، لأن دعوة مفتوحة ولا توجد هناك عراقيل أو دعوة في اليد على أساس يدخل، بالعكس قاعة راشد في مركز دبي التجاري الدعوة مفتوحة للكل للحضور ومشاركتنا إن شاء الله الساعة 6 يوم الأربعاء القادم إن شاء الله. كل الشكر والتقدير لك، وكذلك احنا نوجه هذه الدعوة أكيد لجمهورنا اللي يتابعونا من خلال قناة سما دبي. متواصلين معكم مشاهدينا الكرام، وهناك الكثير من الفقرات تابعونا من خلال برنامج القرية العالمية، ولكن من بعد هذا الفاصل.